ماركت بروف مؤسسة كندية بتمثلها ذكاء بالأردن، قدمنا من خلالهم منهج برودكت إد بال 2019 وحالياً يدرس بأكثر من 50 مدرسة خاصة بالأردن. هلأ بعض الأهالي ما بيكون لأولادهم الفرصة إنهم ياخذوا برودكت إد، يا لأنه المدرسة ما تبنت هذا المنهج أو لأنه تبنته لصفوف معينة أولادهم مش فيها. هلأ عند الأهالي فرصة إنهم أولادهم يجوا على كيد بروف ستودنت وركشوبس، اللي هي ورش تقدم خارج دوام المدرسة ومن خلالها تقدم المعلومات والمعرفة للطلاب اللي بتساعد بحمايتهم وبتوجيههم لأخذ خيارات آمنة وصحية. لأعطيكم بعض الأمثلة عن المحتوى تاع Kid Proof Student Workshops. الأطفال مثلاً بتعلموا معلومات بتساعد بحمايتهم من التنمر، بتعرفوا كيف يستعملوا الإنترنت بشكل آمن لما يكونوا أونلاين، كيف الواحد يحل المشاكل ممكن تصير بينه وبين أصحابه أو بينه وبين أهله، كيف الواحد يبتعد عن الإدمان بأشكاله بغض النظر عن المواد، سواء من السكريات أو الكحول أو المخدرات أو الدخان أو أي شيء ممكن يشكل ارتباط معين بين الطفل والمواد هاي. بتعلم الطفل كيف يكافح ضغط الأقران أو البير بريشر، اللي هو الضغط اللي بيجي من أصحاب الطفل عليه عشان يعمل إشي هو ما عنده الرغبة إنه يعمله لكن بدفعوه إنه يعمله، ممكن يكون هذا مؤذي أو غير صحي. بتعلم الطفل كيف يحمي حاله من الإساءة الجنسية ويتعامل مع الرياضة على سبيل المثال بشكل جيد وفيه روح رياضية عالية. بكيد بروف من آمن إنه safe families are empowered by knowledge not disabled by fear، بمعنى العائلات الآمنة بتكون مسلحة بالمعرفة مش معطلة بالخوف. عشان هيك شعار مهم بكيد بروف هو knowledge is key، المعرفة هي المفتاح.